السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بمتتبعي قناة شباب نور في كل مكان. فيديو جديد عن زراعة دوار الشمس أو زهرة الشمس. تعد زراعة دوار الشمس من الزراعات السهلة التي لا تتطلب منك مجهود كبير. بعد تسوية الأرض وسمادها يزرع دوار الشمس في خطوط ويسقى مرتين في الأسبوع. أما موعد زراعة دوار الشمس فغالبا ما تكون في منتصف فصل الربيع بعد شهرين من زراعة بذور دوار الشمس. تبدأ الأزهار في الدهور.